هذا صوت العامل، صوت الخريج، صوت المقهور، صوت الفقراء من أبناء قطاع غزة للعالم أجمع. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقبل بهذا الحصار الظالم الذي حول غزة إلى منطقة منكوبة بالفقر والجوع والبطالة. هذا العامل خرج ليكون نعم لحياة حرة كريمة، نعم لفرصة عمل، نعم لفرصة تعليم، نعم لفرصة علاج، ويجب أن تكون هناك أذان صاغية. هاي مقدمات، فعلى الجميع أن يتحمل التداعيات والنتائج عن ثورة هذا العامل والخريج الذي يئن على مدار 12 عام. إحنا اليوم موجودين عشان حق العمال، حق العمال المهضور له أكثر من يوم بطلوا يشتغلوا في إسرائيل، وهم العمال حقهم مهضور. لا وزارة العمل بتطلع لهم شغل ولا بطلات. عندنا شباب مرميين، عندنا خريجين معهم شهادات جديدين يشتغلوا. حق العامل وين؟ لازم الحكومات تحفظ حق العامل، لأنه العامل هذا عنده عيلة، عنده أسرة. كفى كل العمال صاروا يشهدوا يا أخي، الشاهد في الشوارع سبب غنيتهم يشتغلوا، تشهد في الشوارع، قاعدين في الشوارع نص الليل، نسوانهم تشهد، حرام عليهم، ظلم. كف الشعب الفلسطيني ده من مرات العذاب مكفيه، والله العظيم كفيه. مفروض احنا بدنا مصالحه، المصالحه نركز عليها بدل ما احنا مشتتين هنا وهنا. بكفي نوصل رساله للمسؤولين في الضفه وفي غزه، للي بيروحوا يقعدوا يعملوا مفاوضات، بيقعدوا اسبوعين ثلاثه يعملوا مفاوضات وبيروحوا على ولا شيء، لا انقسام محلول، لا في انتخابات، كله بيضحك على كله، والعامل المنكوب. احنا 1999 انتم بتعرفوا كنا قاعدين، ما حدا ذكرنا ولا حدا جاب سيرتنا. هذا بده اولاده، وهذا بده اولاده، هذا بده موظفين رام الله، هذا بده موظفين غزه، هذا بتقاتل مع حدا، مين يثبت مين ومين يطلع مين؟ العامل وين؟ عندي 120,000 عامل، عندي 250,000 خريج، وين هذول بدهم يروحوا؟ بنطالب فك الحصار، بنطالب حل الانقسام، بنطالب بوحده وطنيه، بنطالب بانتخابات حره نزيهه.